انا دلوقتي وسط ميه بصور رورو. يا حبيبي والبريلا اديها لماما حطها او البسها كده. البس البريلا. ايوه رورو لابس البريلا. اطلع بقى يا رورو حطها هنا على ال... ماشي لابسان. انا هتوجعني يا رالا. طيب يلا يلا بقى بسرعه بقى. يلا الجو جميل هنا. انا مبسوط جدا. الفاكهه دي مفصوله. رورو هنا بيعمل شغل جامد جدا. روتشا. رورو هيعمل شويه حركات. تمام. واحدة تانية كمان. طيب يلا. كمان. جميل يا رورو. حلوة حلوة انك بتقلب كده. يلا. طبعا احنا عندنا برنسس تانية، بس البرنسس التانية بتقعد برا كده تتفرج علينا، تقعد بعيد بقى كده. ما فيش يعني ايه ترقبنا. احنا جهزنا السندوتشات، جهزنا الحاجات، جهزنا الكوكاكولا، جهزنا الكافيه، او تجيب لنا كافيه من الريستوران. نقول لها انزلي ما ترضاش. احنا بننزل. طب روح يا رورو لل هناك. يا رورو استنى عشان الميه، الحته بتاعت المساجد اللي بنعملها هناك. يلا روح بقى. يلا بسرعه روح لها. هيروح الحته اللي هناك دي فيها كميه الميه بتاعتها بتنزل بقوه جامده جدا، فبتنفع للمساج. شوفوا الجمال بتاع المكان ازاي. وروتشا وكذا نوع من الروتشا. حتى هنا الشمس جامدة، يمكن حتى أنا مش قادر أبص، يمكن مش قادر أشوف الصور كويس. الشمس جامدة بس حلو. المايه اللي نازلة دي نازلة بقوة ضغط عالية. اهو انا ممكن لو قربت شويه. انا لو حبيت اجيب نفسي مش عارف هل هطلع ولا لا، الصوره هتجيبني ولا لا. انا طبعا ايه. ايوه. مش عارف. انا مش شايف الصورة على فكرة عشان الدنيا ايه. عشان الدنيا شمس، فانا الشمس ضربة في عيني، فحتى الصورة اللي انا بصورها انا مش شايفها كويس. انما دي انا بنزل تحتيها، اللي دي بعمل مساج، بتعمل لي مساج بصراحة. بقف تحتيها المية بتنزل بقوة جامدة جدا، فبتعمل مساج للكتف وللظهر، تبقى جميلة قوي. بنبقى مبسوطين يعني. المكان حلو جميل، واللي عايز يعمل روتشا يعمل روتشا، واللي عايز ينزلق ينزلق، واللي عايز يستمتع بالطبيعة زي الهوانم اللي قاعدين كده يستمتع بالطبيعة. ما فيش أي مشكلة. أنا كده أخدت لقطة كاملة، بس أنا مبسوط إني أخدت اللقطة دي. لقطة سريعة، خصوصا الطبيعة والشمس والسحب والطيارات. وشكرا على كده. يلا.